اللي حصل امبارح في المباراه بتاعت المنتخب مصر الاول ان ما كانش فيه توازن. التوازن ده غايب ليه؟ لان في النهايه الكوره كلها عباره عن ايه؟ محطات لعب، اللعيبه بتقف على الكوره بتشد الفريق كله لقدام، محطات اللعب كلها مش موجود، طريقه اللعب اللي بيستخدمها كابتن حسام البدري طول الوقت اللي هي 4-2-3-1 عايزه اجنحه عندهم مهارات عاليه جدا عشان يحلوا هم المواقف الفرديه، اللعيبه اللي عندنا ما كانوش قادرين ينفذوا ده، فاحنا كان المفترض نغير التوازن، نغير الشكل العام للمنتخب فيحصل توازن اكتر بان احنا مثلا نعتمد على 2 مهاجمين، نضغط من قدام فنخنق الخصم، نمنع الخصم ان هو يفتح علينا الملعب او ينقل علينا كوره، بدل ما احنا فاقدين تماما للتوازن. امبارح كان في مثلا ملحوظه مهمه جدا ان المنتخب جزر القمر 60% من لعبه ناحيه الشمال اللي هي ناحيه الشمال بتاعتنا، لان احنا الجناح الشمال بتاعنا كان بيعمل اعباء هجوميه، عنده اعباء وادوار هجوميه تريزيجي، فكانت وراه مساحات كبيره جدا، فجزر القمور بيستلموا فيها كوره براحتهم. لو احنا منعناهم يطلعوا بالكوره من اصله ما كانش هيحصل كده، كنت هتريحي اكتر خط الدفاع، فبدل ما يبقى مع نهايه المباراه المدافعين بتوعي كلهم واقفين ورا لان خايفين من ان يجي عليهم هجمات مرتده، كنا احنا نقدر قوي نخنق المنتخب من الاول. لما نحط مثلا مروان حمدي امبارح، واحده من الاحصائيات القويه جدا فاكت بقى احنا بنتكلم بايه بحق ايه، علشان خاطر الناس ما تبقاش بتبص للموضوع بانتقاد اللي هو المنتخب ما ينفعش، المنتخب ما يصلحش، ما فيش روح. مروان حمدي لما نزل امبارح لمس الكره مرتين، المره الاولانيه ناحيه اليمين والمره الثانيه ناحيه الشمال، وهو في الاصل مهاجم هو نازل علشان يعمل حاجه، بس هو ما عارفش المنتخب بالكامل ينقل نفسه قدام. اخر 5 دقايق احنا بنتكلم على ان عدد لمسات منتخب مصر داخل منطقه جزاء جزر القمر واحده. اخر 5 دقايق دي اللي هي المفروض لو احنا بنهاجم فيها لك فيها بقى، خلاص مفيش حاجه هنخسرها. مفيش حاجه هنخسرها، وبالتالي انت بتلعبي كور طويله وبتحطي اكبر كم من اللعيبه الطويله جوه منطقه الجزاء عشان نعمل حاله فوضى في دفاع الخصم، انما احنا حتى ما عرفناش نعمل دي لان احنا كنا مفتقدين للتوازن. التوازن موجود في المنتخب الاولمبي، فدي النقطه اللي بتخليني اتكلم اكتر عن فكره الروح اللي الناس بتتكلم عنها. منتخب مصر الاول مش مفتقد للروح ومفتقد للتوازن، لان الناس اللي النهارده تقدر تنتقد الروح بتاعه طارق حامد او احمد فتحي، يعني ناس اكيد ما تعرفش طارق حامد واحمد فتحي. نفس الناس دي طول الوقت بتتكلم على ان طارق حامد واحمد فتحي هما قلب منتخب مصر وقلب الانديه بتاعتهم، وبالتالي اللعيبه دي بالتاكيد ما كانتش فاقده للروح، هي الفريق فاقد للتوازن، فاللعيبه فاقده للحلول، فالمنتخب ظاهر بلا روح، فاقد الهويه بالظبط كده بمنتهى البساطه. مش اللعيبه مفتقده للروح، ومش اللعيبه لازم نمنعهم من دخول المنتخب، ومش اللعيبه لازم نستبعدهم ونستدعي لعيبه جديده، مش بتدار بالطريقه دي.